نخلص من هذا كله إلى أن الهداية المطلوبة في سورة الفاتحة والتي لا يستغني عنها كل مسلم مهما وصل بدرجة التقوى والطاعة، فيبقى خائفا وجلا من أن يتزلزل قلبه أو يزيغ. ولذلك أيضا لقننا الله بالدعاء الكبير العظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قالوا إن هذه الآية كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدعو بها في سجوده، يداوم عليها في سجوده، وأعظم بها من آية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ به من الكفر بعد الإيمان، ومن الزيغ بعد الضلالة، ومن السب بعد العطاء. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم سلم، اللهم سلم. اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا الله، اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.